مصير الشفاء ومحاصريه مجهول والاتصال بالقطاع مقطوع. الأنظار على مشفى الشفاء واقتحامه مجددا اليوم. الرواية الإسرائيلية تبرر ما يحصل بأن مخازن السلاح موجودة هناك وغيرها. أما صور المنشورة فتدحضها حماس وتقول إن قطع السلاح تلك زرعتها القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها. وبكل الحالات يرى مراقبون أن حجم الاقتحام للمشفى لا يرقى إلى ما قالت إسرائيل إنها وجدته. وفي نفس الإطار نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن قوات خاصة إسرائيلية تفتش كل مبنى وكل طابق في مستشفى الشفاء بغزة. بالمقابل أعلنت صحة غزة أن الجيش الإسرائيلي دمر أقساما طبية في هجومها على مستشفى الشفاء. وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إن الأوضاع مأساوية وإن عمليات القنص مستمرة ولا يستطيع أحد التنقل من مبنى لآخر وفقد التواصل مع الزملاء. وأكد أن هناك مجندين إسرائيليين يتجولون داخل الأقسام خصوصا في قسم الطوارئ وسحبوا الجثث. مدير مستشفى الشفاء أشار إلى أن مسؤولي المشفى دفنوا حوالي 8 جثة وباقي الجثث التي كانت في الطرقات أو الثلاجات سحبها الاحتلال، فيما لا يزال العديد من الجثث داخل المشفى والمحاولات جارية لإخراجها تجنبا لوقوع كارثة صحية. وقال أيضا إن هناك 4 من مرضى غسيل الكلى في النزاع الأخير الآن بسبب عدم توفر الخدمات، مؤكدا أن رواية الاحتلال الإسرائيلي بدخول أسلحة إلى المستشفى أو إلى قسم الرنين المغناطيسي كاذبة. نتابع مشاهدينا هذه الصور المفاجئة لقنابل مضيئة الآن في سماء غزة بحسب المعلومات التي تريدنا. هناك كذلك معطيات تفيد بغارات مكثفة اليوم، ولكن نحن نتابع المشاهد بظل استمرار انقطاع التواصل بشكل تام مع الزملاء مع أهالي غزة. حتى الآن عاد التواصل لدقائق قليلة ومن ثم عدنا لنفقد الاتصال بهم. هذه المشاهد إذن هي لقنابل مضيئة أطلقتها القوات الإسرائيلية فوق غزة. وتأتي هذه المشاهد بوقت هناك معطيات تفيد بأن المستشفى الإندونيسي في غزة توقف عن العمل بعد استهدافه كذلك بالبداية ومع تطور المعارك عدة مرات. ولكن بالمقابل لنتحدث عن مستشفى الشفاء، حيث وصف مرضى وأطباء من داخل مستشفى الشفاء الوضع بالكارثي، مؤكدين وجود القوات الإسرائيلية في كل مكان. وخلال مناشداتهم عبر الحدث أكدوا عدم وجود مياه أو طعام أو كهرباء أو حتى حليب للأطفال. جنود الاحتلال في داخل أسوار مجمع الشفاء وبين الأقسام يتنقلون يفجرون في كل مكان، صحائف شظايا من حولنا، لا أحد في مأمن. حالة الحضانات الأطفال الآن بصراحة في وضع يرثى له لعدم توفر حتى حليب الأطفال الذي قد يبقيه على قيد الحياة، عدم توفر أجهزة التدفئة، عدم توفر أجهزة الرعاية الطبية مما بينها الأكسجين اللازم لهم ثانية بثانية. الوضع كارثي ما تتصوري. احنا قاعدين على سلة الزبالة، والله العظيم انا ابني مبتورة قدمه والدود بيطلع منها، فيش علاج ولا مية ولا طعام لا للمرضى ولا للمرافقين المرضى. في ناس نازحين والوضع كارثي، الدود بينزل في الارض.